كنت انا والاستاذ عبد الواسع علوان كان مدير المدرسه، لانه كنت انا اول ما بدات عملي في التربيه في والتعليم التربية كنت والتعليم مدرس في التربيه نعم، والتعليم، لغة كنا نعد عربية الرواتب الرياضيات. رياضيات ايوه آه. كنا نعد الرواتب. فحدث انه نسينا زي اسبين قات، كان عندي في العماله حق الوالد معانا في الطابق الارضي، كان دخلت ديوان فيبو آه. خلاص بزيد غير القات، جزعت مجموعه تخفيض الراتب، واتب واجب تخفيض راتب واجب. واحد يقول لي يلا شارك، قلت له قوم شارك مع اصحابك، انا كيف حد اقوم شارك؟ يخفض راتبه يعني واللي يسمع كان يسمع ما ادريش. فالمهم انتهيت انا وصاحبي المدير من التوزيع، روحت البيت كعادتي. فحدث انه في الليل وانا برقد اخذت القلم وش اكتب على المناسبه، نعم. لانه كنت انا كل مناسبه كانت نعيشها كنت اعبر عنها. كتبت بابتسامه حب حلوه، احتضننا الف واجب ومشينا يا بلدنا نرفع، ومشينا يا بلدنا نزرع الفرحه مكاسب. المهم اكتب على المناسبه اغنيه، كنت اتخيل اصوات المسيرات. الحرمه جنبي راقد، قلت لها عايده ايش في صوت تبرع؟ قالت تعود من الشيطان في اي حاجه. قلت هي ارهقت قدناه، يطرح القلم ارتاح على قليل. اقول دقوا علي الباب، قلت السلام حدا وكسور. نعم. قلت شوف مجموعه شباب، مش اذكرهم اعرفهم بالاسم اعرفهم. نعم. خرجتنا بالقلم النص فوطه، قالوا البس سميت. قلت ليش؟ قالوا كذا قليل بالرهبة. بناخذك شوية. قلت له عادي، لبس سميت وخرجت. شلونا بالسيارة ودونا إلى مقر التنظيم في المنصورة. نعم. جمعوا مجموعة من اللي شتوهم، كنا حوالي 12 نفر. واللي كان يقود المسيرات هل بينهم، قلت له ها أنت. شفته أنت. أنت اللي ولد صديقي. المهم اخذنا احنا الى معسكر ردفان اللي هو الصلبان بعدين. كنا هناك كنا حوالي 12 نفر، وكانوا مجموعه من معلم، مجموعه من كريتر، مجموعه من هنا، مجموعه من هنا. شافوا احنا اقل عدد بالنسبه للي جابوهم من بقيه من المناطق. مديريات اخرى طرحونا احنا، لا والله قالوا اصحاب الشيخ على جنب. اعتقال. ايش ما باعتقال؟ اعتقال. شلونا احنا، نعم. لقوا احنا الشيخ، لقطوا مجموعه أخرى أخرى زيادة. نعم. أصبحنا حوالي 61 نفر. واحد طالب من اللي نعلمه معه 2 آليات، التحدث الجانبي ممنوع منعا باتا. ما هو من تحدث جانبي. إيش اسمه لنا؟ أنا الشاعر حقكم، أنا كذا أكتب قدامكم. المهم جابوا لنا باب الشبك الساعة 6 الصبح. طلعوا نحن والله ثاني مرة لا. قلت يا ولد معهم. معهم معهم. أه. هناك والله في مجموعة عيال، عيال المكاوي، حسن حامد عولقي، مجموعة. نعم. أنا قلبت لهم الجو، جو غنائي، جو عاطفي. إنما قلبت الأغاني قلبتها. نعم. حق الأغنية والله بلدنا نورت. نعم. رجعتها والله بلدنا غدرت. نعم. والله بلدنا رجعتها وقلت أغنيهم هم ضحكوا. قلت أنا حقهم الشاعر وحقهم مش عارف عندكم لافين قدومي. بعد 3 أيام صورونا إحنا يمين يسار امام، واللي يحقق معانا واحد من اللي كان يشتغل معي في التربيه والتعليم. قال لي اسمه انت شاعر يعني تالف للسلاطين تالف؟ قلت له لا انا شاعر للثوره وشاعر. قال لي يعني انت مؤلف الان لمن اقوره اي واحد بيجي؟ قلت يا اخي انا اقول لك مشاعر وطني للاغاني الوطنيه للفنانين، اسمه للفنانين مشان مشاركاتهم في الاحتفالات. نعم. اما قال له يوقع اكيد. شوف انا شاعر اكتب لاي واحد يجي يحكم. قلت لك اي واحد يجي يحكم ليش انا مرتزق؟ انا شاعر اغاني وطنيه للوطن، انا شاعر وطني. قال لي غير اكتب لي شيء. لما سافرنا قال نعم. غير ذكرها. بعد في اليوم السابع قابلنا واحد القى فينا كلمه انه كان احتجاجكم احتجاج وقائي فقط، حتى لا نحن احتجزناكم مؤقتا 7 ايام، واللي يشتوهم ودوهم سكن المنصوره. نعم.
خرجت دانا للاستاذ محمد عبد الجديد استعمال، قلت له خلاص ما تكتب. أنا كمان الاخ مش التقيت بالاخ فؤاد عبد الله حاتم كان زميلي في الدراسه، نعم، برضه في صالون الحلاقه، قال لي راعي راعي ايش يضحك، قلت له كفايه مسكين في نفس الليله اللي كان السنه مشي معه، نعم، كان مشي واحد اختطفنه وضاع من يوم ما واختفى وهي، نعم، زميلي في الدراسه فؤاد عبد الله حاتم. المهم حاولت اني اتوقف عن كتابه الاغاني، لكن حدث انه مره توقفت حنق. ايوه متاثر يعني أه. تكتب لي من ناس ما يقدروش رغم انه اغانى الاخ الفنان سالم بامدهف، نعم، وطلب من اغاني وطنيه من سابق غنى لي شعبنا قد هل فقرك بابتسامه هل لي زرع دنيتك عزه وكرامه، يعني اقدر اقول كل الفنانين يغنوا، نعم، وبعدين طلب مني اكتب له اغنيه عن الحزب الاشتراكي. فقالي بعد ما صفوا سالم ربيع علي، نعم، بعد في يونيو بعد 78 سنه 78، نعم، وانا قد انتقلت من التربيه والتعليم الى مصنع الاسفنج، نعم، قال طلب مني اكتب له اغنيه، كتبت له ايش ذا كله يا بلدنا يا جميله ايش ذا كله، الجمال اللي يزين فرحتك ما شفنا مثله، الربيع ما بين خدودك قد فرش ورده وفله، والقمر احترنا والله عن جمالك ايش نقول له ايش ذا كله ايش ذا كله لحن ايش ذا كله يا بلد. حدث انه لما طلب من الاغنيه قال لي شوف انا جالس في المعلى جنب المطعم الصيني، نعم، رحت بداية المعلى صديق من حافظ عقيد، رحت عشان اقدم الاغنيه، فنأشر لصاحبي مع سياره فوق شويقا، نزلنا من السياره ونأشر فين بيكون البيت، الا والسياره روسي حق الجيش مقفصه بق طبقت وقف جنبنا، طلعوا ايش طلعوا؟ ولا كلمه طلعوا نحن شلوا نحن انا وصاحبي العقيد هذا لما التواهي مقر الميليشيا، نعم، اللي خلف السوق المركزي خلف سوق التوالي، ايوه بالضبط، نعم، هناك بس ما كناش نشوف، كانت الدنيا كلها مطربل اكيد والاغنيه والله بجيبي ايش ذا كله، آه. انا اقول ايش ذا كله ليش التعب ذا كله شنو دخلوا احنا ولا كلمه ممنوع وقالوا له بنا وهناك بامدهم يتحرك عرفوا من الناس انه اخذوكم من الشارع نعم. في الاخير اجى صلاح مصلح عندهم هناك وصوا مشان الافراج عننا بدون اي حاجه بدون اعتذار ولا حاجه وبدون تحقيق ولا اي تحقيق ولا حاجه لانه قلت لهم حققوا معانا ايش فيه؟ المهم فكوا لنا انا وصاحبي رحت اجت على مثلا فضوا يضحك ايش سبب اعتقلوا نحن الشقه اللي هم قاعدين في خامس دور، أيوة؟ الشقه اللي جنب بامدهف شقه عيسى محسن نبيا، نعم، رئيس اتحاد نساء اليمن، نعم، عليها اقامه قبريه، أيوة. يعتقدون ان احنا من بين جينا بنهرب به،